ليش؟ رعاع الناس وأوغاء الناس لا يمكن ضبطهم أبدا، وإعلان النكيد على ولاة الأمور يستغله هؤلاء الغوغائيين أو هؤلاء الغوغائيون ليصلوا إلى مآرب. والشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أو أيس أن يعبد، يعني الشيطان في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، بين ساكن الجزيرة، حرش بينهم حتى تؤدي المسائل إلى القتل ويلاقي الإنسان أخاه في الإسلام أو ربما أخاه في النسب أو ابن عمه أو صهره ويقتله على أي شيء، لا على شيء. فالحاصل أننا نقول يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب، وأن لا يقيموا على شيء حتى ينظروا ما عاقبته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فاجعل هذا ميزان لك في كل أقوالك وكذلك في كل أفعالك. والله موفق.